ابتدي مع الاستاذ محمد. سياده العميد نعرف المشاهد بس نفسك. انا العميد محمد عزب، عميد قوات مسلحه سابق وقوات مسلحه. جاي النهارده بدري الساعه 1 صباحا صباح الجمعه 9/9. احنا اولا جايين طبعا عشان نكمل ثورتنا وننهض ببلدنا، النهوض اللي احنا عايزينه اللي هي مطالب الثوره وما طلبته الثوره خلال الفتره من 25 يناير لحد دلوقتي تحقق بعض حاجات كتير بينها، ونامل طبعا ان جميع اهداف الثوره تتحقق بالكامل علشان شعب مصر وعشان مصر وخير مصر. الاهداف الرئيسيه او الاسباب نزول حضرتك؟ اسباب نزول حضرتك ان احنا نكمل بقيه مشوارنا لتحقيق نجاح الثوره. ابرز ما تريد ان يتحقق في هذه الوقفه؟ ابرز ما اريده انا من قلبي بقولها تكاتف قوى الشعب المصري بالكامل مع بعضها علشان ننجح الثورة دي. لازم كلنا ايدينا تبقى في ايدين بعض، لازم كلنا نحب بلدنا زي ما احنا معروف عن شعبنا في العالم كله ان احسن شعب واقوى شعب واحسن جنود ربنا، فلازم احنا كلنا نكون جندي واحد، ايد واحدة لشعب مصر الجميل ده عشان ننهض بالثورة دي ونحقق كل الامال بتاعتها. ولازم اهم حاجة برضو جوايا ان احنا ايدينا في ايد المجلس الاعلى مع الحكومة الجديدة علشان نحرك البلد لقدام. الحكومة والمجلس اللي فات كله، الحكومة والمجلس او الدولة يعني قلقة من هذه الجمعة، هل في قلق؟ لا انا بالنسبة لي مفيش قلق من الحكومة، الحكومة مش قلقة من الشعب لان الشعب بيحب الحكومة. لا اقصد يعني يخشوا من الشغب من لا ان شاء الله مفيش اي نوع من الشغب. واحنا شعب خاصة نعطيه على يعني الاماكن الحيوية بتاعت البلد. لا ان شاء الله مفيش اي حاجة ان شاء الله، وستظل سلمية لان احنا شعب مسالم اساسا، شعب بيطلب حقه بادب وباحترام اهو. وانا شايف ان الثورة بدأت بشباب قوي، وما الشباب ده ما عملش اي حاجه للبلد، ما عملش حاجه يعني مخالفه للحكومه. الشباب ده عايز الحكومه، عايز البلد تمشي، عايز البلد تبقى كويسه، عايز ننهض لقدام، عايز نبقى زي احسن دوله في العالم، لان احنا من دول العالم الكويسه قوي، وشبابنا واهلنا وشعبنا شعب لازم ايدينا في ايدين بعض، لان اي حاجه لازم تحالف القوى الشعبيه مع بعضها عشان ثورتنا تنجح. شكرا سعاده العميد. وناخد بس بعض اراء الشباب. اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مصعب كمال المتحدث الاعلامي عن حركه دوران شبرا. انا النهارده عايز اقول الناس دي كلها نازله عشان اهداف معينه. احنا عملنا الثوره وكان لازم نكملها. احنا فعلا غبنا بمعنى ان هم كانوا عايزين يغيبونا سياسيا. انا عايز اقول لحضرتك وعايز اقول للعالم ده كله ان احنا لازم نكمل ثورتنا، ثورتنا بتتسرق مننا، فاحنا لازم نقول ولازم نقول علني لكل الناس اللي واقفه يا جماعه احنا عملنا الثوره. في ناس كتير جدا عايز تركب فوق اكتافنا، فاحنا مش هنديهم فرصه. لو هيركبوا فوق اكتافنا ضد مصالحنا الشخصيه لا طبعا. فالنهارده بقول لحضرتك من هنا ومن وسط الناس اللي فعلا الناس ديت كل اللي انت شايفهم دول كلهم نزلوا عشان اهداف معينه. اتفضل. شكرا يا فندم. شكرا. عبر بصون طيبين. انا مدينه السادات. ايوه اسمك ايه؟ اسمي ياسر. ياسر ايه؟ ياسر عالي. جاي ليه؟ جاي عشان احارب رغيف العيش اللي هو ب 400 جنيه. تمام؟ يعني انت تشتكي من غلو الخبز؟ انا معايا 5 اخوات ماشي، مش عارف اعمل لهم اي حاجه. جوزت واحده منهم ومديهم ب 20,000 جنيه وبعت حته الارض الحلوه. انت منين؟ انا من المنوفيه مدينه السادات. وجاي بايت هنا النهارده؟ انا جاي النهارده الوقت حال. حد معاك من اخواتك؟ لا جاي لوحدي. انت جاي عشان غلو المعيشه؟ عشان غلو المعيشه وقعد بالايجار وبعت حته الارض بتاعتي. شكرا. ماشي؟ ومديهم ب 20,000 جنيه. شكرا. ماشي.